اليوم السابع كمان قال ان استقر مسؤولين النادي الاهلي على اجراء تحاليل دي ان اي لكل لعيبه الفريق كإحدى الطرق اللي ممكن تعرفها أو تعرفنا وتحط وضع وحد كمان للإصابات المتتالية اللي بيعاني منها فريق النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، وكان آخرها إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي بجانب طبعا قطع في غضروف الركبة. قال مصدر في النادي الأهلي مسؤولين النادي بيفكروا في كل الطرق والأساليب اللي تقدر إن هي تساعد النادي في مواجهة شبح الإصابات، وقال كمان إن إجراء تحاليل الدي إن إيه من بين الأساليب المهمة، خصوصا إن التحاليل دي بتساعد في اكتشاف كل التفاصيل عن جسم كل لاعب والأمراض اللي بيعاني منها وكمان إصابات العضلة اللي بيشكو منها بجانب الكشف عن معاناته من أي أمراض سابقة تعرض ليها قبل كده، وكمان ده بيساعد في التحليل الطبي على تشخيص الأمراض واختيار العلاج الأنسب للمريض ودراسة المشاكل الجينية وتحديد المشاكل اللي بتزود من احتمالية الإصابات بأمراض أخرى.